السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو أحببت أن أناقش فيه إشكالية كبيرة أصبح العديد من صناع المحتوى يعانون منها. أولا، أن شركة يوتيوب أصبحت يعني نوعا ما نلاحظ ونشعر، وأعتقد أن جميع اليوتيوبرز يشعرون بأن شيء ما يعني غريب في قنواتهم. فمثلا نجد أن القنوات الصغرى أصبحت تغلق، يعني قناة صغيرة تغلق هكذا بك، يتم إغلاق القناة، الله أعلم. أقوم ببث مباشر، عشرات الأسئلة في كل بث، من الاثنين عشرات الأسئلة تطرح حول إغلاق قناة الله أعلم تم إغلاقها هكذا. نقطة ثانية، القنوات الكبيرة ذات نوعا ما السبسكرايبرز، يعني كمية كبيرة من السبسكرايبرز، أتحدث عن قناتي، لا يعقل أن قناة بها أكثر من 2 مليون مشترك و 300 ألف شخص مهتم بالتقنية، تطرح فيديو يشاهده 10,000 شخص أو 20,000 شخص، وأنا متأكد أنني جمعت 2,300,000 مشترك، جمعتها بمجهودي، لم أشتري لا سبسكرايبر ولا أي شيء. فكيف أن في 2,300,000 شخص لم يصلهم التحديث أو لم يصلهم نوتيفيكيشن بأنني عملت فيديو جديد، ويعني فقط دخل 10,000 شخص؟ راه يستحيل، راه يستحيل. والمشكلة، وما لاحظته، أن يعني يمكن أن أطرح نفس الموضوع هذا الأسبوع 100,000 مشاهدة، 200,000، 300,000، ونفس الموضوع الأسبوع الذي يليه 10,000. يعني هناك تلاعب، أنا يعني لن أقول متأكد، ولكن هناك أشعر بأن هناك تلاعب. وأي يوتيوبر أعتقد أنه يعني يشاركني نفس الرأي، هناك شيء غير واضح. لأنه رأيي كيف أنني 9 سنوات وأنا أجمع الاشتراكات لكي أصل إلى هذا الرقم، وأطرح فيديو في النهاية 10,000 مشاهدة؟ رأي الأمر غير منطقي، رأي غير منطقي. أنا أفهم أن هناك إشكالية، لأن المعلنين أقصد أصبحوا يحبدون الإعلان في منصات أخرى مثل فيسبوك أصبحت الآن منافس شرس في الإعلان بالنسبة لشركة جوجل. وأعتقد أن كذلك أن الكثير من المعلنين أصبحوا ينسحبون من الإعلان في منصة يوتيوب. هذا الأمر هو الذي جعل أن الكثير من القنوات أصبحت تقفل، وأصبح حتى اليوتيوبرز المعروفين يشعرون بأن هناك مضايقة من طرف شركة يوتيوب، لأن هذه المسألة غير معقولة. فإذا كنتم تودوننا أن نغادر يوتيوب، راه يمكن أن نغادرها، لا مشكلة، غير فقط أن تمارسون علينا هذا النوع من الضغوطات. أعتقد أن المسألة راه ليست ذات مصداقية وشفافية. أنا أبذل مجهود طيلة 9 سنوات لكي أجلب مشتركين لقناتي، وفي النهاية أجد أن يوتيوب تتلاعب لي في النوتيفيكيشنز. لا أعرف كيف، ولكن هناك شيء ما غير سليم في المسألة. فأعتقد أن أي يوتيوبر، وهذه رسالة لجميع زملائي اليوتيوبرز وأصدقائي اليوتيوبرز، إذا شعرتم بنفس الشيء بالنسبة لقنواتكم رجاء اظهروا. يجب أن نوصل هذه الرسالة لشركة يوتيوب، أقصد الدعم العربي وإدارة يوتيوب، قسم الدعم العربي، لكي يعرف أن هناك شيء غير طبيعي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجاء يعني شاركونا آراءكم، هل تشعرون بشيء غير عادي في قنواتكم؟ لأن إذا لم نقف الآن ونتحدث عن الموضوع، المسألة ستمر هكذا يعني في سرية تامة. السلام عليكم ورحمة الله.